السلام عليكم. أسهل طريقة عشان تعرف مساحة مجموعة من الغرف أو غرفة مثلا غير منتظمة، تجي ريجن وتقول له فيلد ريجن، وتقول له مثلا عند من المكان دوت اهو. تقول له اوكي، فهيجيب لك المساحة بتاعتك 291، رغم ان هما كذا غرفة وفي حاجات غير منتظمة قدر يجيبهم لك بسهولة. وممكن تبقى الغرف مش جنب بعض، فممكن تقول له ريجن وتقول له فيلد ريجن، وتقول له مثلا انا عايز الغرفة ديت والغرفة ديت والغرفة دي، وتقول له اوكي، فهو هيجيب لك المجموع بتاعهم 164.